خدنا السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة مع محمد سبعيل. حلقة ديال هاد الصبيحة فيها بزاف ديال الأخبار. كنا جالسين ما بينا ما علينا، كنقلبوا في شي شوية في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى كيخرج لنا الرئيس كدبون بواحد الخبر وبواحد المعلومة والله ما في راسنا. الخبر اللي هو القيمة ديال المنحة ديال الطالب الجزائري. هاد الدولة اللي منه كيضلوا على وسائل إعلامهم يقلبوا يقارنوا بينهم وبين المغرب. اليوم في البحث العلمي وشحال كيسوى هذا الطالب عند الدولة ديالو، غادي نكشفوا لكم على الرقم ديال قيمة المنحة ديال الطالب الجزائري. والبارح كاين الأفراح والمسرات في الدولة اللي منهم. علاش؟ لأن عبد المجيد كدبون غادي يزيد لهم، غادي يزيد لهم في قيمة المنحة. غادي نشوفوا قيمة هذه المنحة وغادي نديروا لها واحد المقارنة بينها وبين المغرب. غادي نتكلموا كذلك في محور آخر على جوج ديال الدول عظمى كبيرة عندهم العضوية الدائمة في مجلس الأمن، اللي هي الصين وبريطانيا. فبعد الاستثمارات ديالهم اللي غادي تدار في الصحراء المغربية، وهذا اعتراف ديمني منهم بمغربية الصحراء، أضرعهم الإعلامية الكبيرة تشير وتنشر خرائط المغرب كاملة. وهذا يعني رسالة، وهذه رسالة وإشارات عن ما سيكون مستقبلا. وغادي نتكلم لكم في شق ثالث على المباراة اللي تلعبت البارح ما بين فريقي اتحاد العاصمة الجزائري والفتح الرباطي برأس كأس الكونفدرالية الإفريقية، واللي شهد مجزرة تحكيمية بكل المقاييس من طرف حكم له ماضي بائس في التحكيم، اللي هو حكم تونسي. تبعوا معنا هذه الحلقة من الأول حتى الأخر. مشينا مع محمد السباحي. خدنا تحية مجددة. بغينا نبدأ لكم بواحد الخبر اللي هو أنه البارح ما عرفناش الصفحة ديالنا، ما بقيناش كنقدروا ندخلوا ليها الصفحة ديالنا على الفيسبوك، واش الأمر يتعلق بعملية قرصنة أو هجوم أو تبليغات. لحد الآن غير مسؤولين لحدود هذه اللحظة عن ما يقدر يتنشر في هذه الصفحة. تقدر تنشر شي حويجات نحن بريئون منها، براءة الذئب من دم يوسف. في احنا رحنا في تواصل مع إدارة الفيسبوك ونحاول استرجاع صفحتنا. هذا فقط إشارة أنه أي حاجة تنشرات شي حويجات تقدر تكون مخلة بالآداب، تقدر تكون ماشي هي هذيك، تقدر شي حويجات تسيء إلى البلد وهذا الوطن. بغينا نقول لكم لا علاقة لنا بهذه الصفحة إلى حدود تصوير هذه الحلقة، ولكن شي حاجة جديدة سنخبركم بها في قادم الحلقات إن شاء الله. عندنا واحد الخبر كذلك ديال واحد الزهرة من زهرات هذا الوطن التي تفتحت في الأراضي اللي شملها الزلزال. الأراضي اللي شملها الزلزال، شنا مجموعة من الشباب الحمد لله جاوا من المغرب كله باش يمدوا يد المساعدة للناس المتضررين. ومن هؤلاء الشباب كان واحد الشاب ناشط جمعوي من مدينة طنجة اللي هو أنس الفقيوي. البارح كان راجع من واحد الحملة تضامنية دارها، ساهم في بناء مسجد وكذلك كتاب قرآني في منطقة الحوز، وأثناء عودته إلى مدينة طنجة تعرض لحادثة سير مميتة. نتمنى له إن شاء الله الجنة في الآخرة، وكذلك الصبر والسلوان للعائلة دياله. لدينا كذلك واحد الإشارة، هاد الأيام كثروا علينا الخوت واحد الخبر أو مجموعة من الأخبار في الإعلام الجزائري ديال إلقاء القبض على مغاربة يتزعمون واحد الشبكة للاتجار بالبشر، شبكة للتهريب، شبكة للهجرة السرية، شبكة للمخدرات، دائما أبطالها مغاربة، وكأن الجزائر ما فيهاش المجرمين، المجرمين غير مغاربة. أنا هنا بنقدم واحد النصيحة لمجموعة من الإخوان ديالنا اللي خدامين في الجزائر، أو كذلك نصيحة اللي عنده شي عائلة ديالو، شي قريب ديالو ولا واحد من العائلة ديالو في الجزائر. كنعرفوا أن المغاربة الحمد لله كيخدموا بعرق كتافهم تما في الجزائر، في مهن البناء،
في مهن متعلقة بالصناعة التقليدية، ولكن الأمر خطر الإخوان، راه الأمر خطر. هاد المغاربة اللي كيشدوا مرة مرة وكيقول لك هاد المغربي دار هاد الجريمة، منين كيجيبهم؟ أخاف أنكم تكون كيهزوا، يعني يهزوا منكم نتوما، كيمشي ويضحوا بشي مغربي مسكين لا لا حول ولا قوة له، يهزوه ويحطوه ويصوروه كأنه مجرم. لهذا ردوا البال ديالكم، وإلا كان كاع بإمكانكم أنكم تخلوا هذيك البلاد وتجيو تقلبوا على الخبز ديالكم هنا في المغرب فمرحبا. هذا ما كيعنيش بأن المغرب ما فيهش الخدمة، وما كيعنيش أن الجزائر راهم في نعيم وفي صحة والخدمة موجودة عندهم والمغاربة كيمشيو يقلبوا على الخدمة ديالهم. لا نهائيا الخوت، لو كانت الخدمة موجودة عندكم في الجزائر، لو كان ولادكم كاع ميهاجروا إلى أوروبا، لو كانت الخدمة موجودة عندكم في الجزائر كاع ما نشوفوا مظاهرات ونشوفوا ونشوفوا ونشوفوا. اللي كاين هو أنه كاين شي خدامي ما كيعرفوش يديرهم إلا المغاربة، موروثة أبا عن جد. الزليج، القبز، الصالون المغربي، القفتان، مجموعة من الأمور ما كتعرفوش ليها. ولهذا كيجي يمشي المغربي تما وكيخدم بالعز ديالو بالثمن اللي بغى. هذوك المغاربة بغينا نقول لكم ردوا البال، الله يرحم لكم الوالدين، ردوا البال، ردوا البال. البارح جالسين ما بينا ما علينا سيدينا، هاك حتى كنتفاجئوا بواحد البيان كتلزلوا لنا الرئاسة الجزائرية، فرحانة به وكأنها دارت شي إنجاز. ولكن ملي نتوما سيدي تحبون وتهوون المقارنات بيننا وبينكم، مزيان جاب لنا الله بريكول نتكلموا عليه، اللي هو وتبعوا معايا وشوفوا هذه الفقره. كذبون دار واحد الاجتماع مع الوزراء ديالو البارح وخرج بهذا البلاغ، المهم فيه بزاف ديال النقاط. الفقره اللي كتهبنا من هذا البلاغ هي هذه، بخصوص تقييم الدخول الجامعي 2023-2024، امر السيد الرئيس برفع منحه الطلبه الجامعيين من 1300 دينار شهريا الى 2000 دينار شهريا. يعني كنتو كتشدوا 1300 دينار وغتولي تشدوا 2000، زادكم واحد 700 ديال الدينار، مزيان. على ان يدخل قرار السيد الرئيس حيز التنفيذ ابتداء من اكتوبر الجاري، ريثما يتم اعداد كذا كذا كذا، مزيان. حنا غادي نشدوا ديك 1300 دينار ونشدوا ديك 2300 دينار. 1300 دينار شحال كتساوي بالمغربيه؟ شي كذا و90 درهم. و2000 دينار شحال كتساوي؟ 149 درهم. يعني الطالب الجزائري الان كيشد 90 درهم تقريبا مغربيه، وغادي يولي تخلص 150 درهم مغربيه. هللي وافرحي يا جزائر ويا طلاب الجزائر، 149 درهم في القوه الضاربه. حنا كاع ما فراسنا هادشي، ماشي كاع ما ديروا لي شي بلاغ ولا شي بيان. هادشي دائما اللي بديروا شي قرار سيروا شوفوا سيادكم المغاربه اش دايرين فيه. نجيبوا لكم المقارنات، واش بغيتوا على المقارنه؟ واش نتوما الجزائري عندكم غادي يشد 150 درهم وما كاملاش في الشهر، يعني 450 درهم في 3 شهور؟ ايوا نجيب لك المغربي اللي حنا لسنا لا بلدا بتروليا ولا نفطيا ولا غازيا. المغربي كيشد 3 المرات المنحه في العام، ماشي مره في الشهر، مره في 3 شهور. والمنحه ديال 3 شهور الاولى ماشي هي ديال بحالها بحال الاولى، والثانيه بحال بحال، والثالثه لا. الاولى كيشد فيها المغربي 1900 درهم، يعني تقريبا 38000 ريال، والثانيه حتى هي 38000 ريال، والثالثه 2500 درهم تقريبا 50000 ريال. يعني في العام المغربي كيتخلص 6334، في حين ان الجزائري شحال كيشد؟ 450 درهم في 3 شهور، يعني تقريبا واحد 27000 ريال ولا 26، واحد 1300 درهم اللي كيشد الجزائري في العام. في العام باش نعطيك بالدولار باش تفهمها مزيان، تقريبا المغربي كيشد 650 دولار في العام طالب المغربي، والجزائري كيشد تقريبا 130 دولار، يعني فرق ديال واحد الخمسة ديال المرات تقريبا او اربعة المرات ونص، فرق شاسع جدا ما بين المغربي والجزائري. ياك نتوما كتحبوا المقارنات، احنا درنا لكم المقارنات بلغة الارقام،
ما فيها لا هادي لا هادي. فرق شاسع بين ما يتقاضاه الطالب المغربي وكذلك الطالب الجزائري. إوا نجيو لكم الخوت إلى الاستثمارات. عندنا واحد تهيئة واحد التطوير غادي يدار إن شاء الله في مطار محمد الخامس، المطار اللي الحمد لله رغم أنه أحسن من مجموعة من المطارات على المستوى الإقليمي، ولكن دائما كنقولوا أنه خاصو يتطور، أنه خاصو أنه يعني تبان فيه شي شوية شي تطوير. سنوات هذه ما تمش التطوير ديالو. نهض المغرب دار واحد الصفقة ديال واحد الهندسة، يعني بغينا شي دراسة، جيبوا لنا شي دراسة هندسية اشنو كيفاش بغيتو، كيقول المغرب كيقول الشركات كيفاش كتقترحوا علينا نطوروا هذا المطار. شكون اللي فاز بهذه الصفقة؟ واحد المجموعة كورية سميتها هيريم أرشيتكت، اللي هي شركة كورية. ولما دات هذه الشركة الكورية دات لواحد الشركة فرنسية سميتها سيتيك انترناسيونال. بهذا كيبين بأن المغرب أعلن الطلاق بالثلاثة مع الشركات الفرنسية، وبأن المغرب دائما يرى بمنظار الصحراء المغربية علاقاته مع مجموعة من الدول. إذن مسلسل طرد الشركات الفرنسية من المغرب جاري، وكانت عند الأسبقية في مجموعة من الصفقات العمومية، ولله الحمد تم يعني الابتعاد عن هذه الممارسات. عندنا كذلك واحد الشركة صينية، هذه الشركة الصينية اللي هي شركة سانجير، اللي هي كتخدم في مجال البطاريات ديال السيارات. هذه الشركة الصينية أعلنت أنها غادي تجي دير المصنع ديالها هنا في المغرب بقيمة ديال 2 مليار ديال الدولار. هذا المصنع اللي كان غادي يدار في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الأزمة الصينية الأمريكية يعني الصين روسيا من في قنت، وميريكان الاتحاد الأوروبي في قنت. هذه الشركة لقات صعوبات إدارية، لقات مشاكل عبر مساطر إدارية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الشيء اللي خلاها أنها تهز هذا المصنع كله وتجي ديرو في المغرب. كنعرفوا بأن الاستثمارات الأجنبية في أي دولة تحكمها مجموعة من المؤشرات ومجموعة من الأمور، أهمها فضاء الاستثمار في البلاد، الأمن والأمان، تشجيع المستثمرين، مجموعة من الأمور. وكنعرفوا المغرب ولله الحمد يستقطب مجموعة من الاستثمارات الدولية. نبقاو دائما سيدينا في هذا الإطار ديال الصين والمنظور ديال المغرب أو المنظار اللي هو الصحراء المغربية. نظرت سيدي الصين وشوفوا هذا مؤشر الخوت ومؤشر مهم. الصين عندها مجموعة من المواقع ديالها أو الحسابات ديالها في مواقع التواصل الاجتماعي. عندها حسابات بالعربية موجهة إلى العرب، حسابات بالإنجليزية موجهة إلى الفضاء الأنجلو ساكسوني، حسابات بالفرنسية إلى الدول الفرنكوفونية، حسابات بالإسبانية إلى الدول الإسبانية، وزيد إلى ذلك. الحساب ديالها الموجه باللغة العربية إلى العرب ينشر واحد الخبر، وهذا الخبر خاصنا نستنتجو منه مجموعة من الأمور. كتقول لنا تعمل بكفاءة طائرة مسيرة استطلاع وضرب من طراز كذا وكذا تابعة للقوات الجوية المغربية في الأجواء فوق مدينة العيون الصحراء الغربية المغربية اللي هو أقليم مغربي، وتم تسليم الطائرات بدون طيار إلى المغاربة من الصين في أكتوبر 2022، وفي الصورة يمكنك رؤية شهادات تدريب المشغلين المغاربة على تشغيل الطائرة بدون طيار. أولا الصين، وهذا موقع حكومي صيني، يشير بأن مدينة العيون مغربية، وبأن هذه الطائرة تطير في منطقة الصحراء الغربية. لو كان الصين كما كيحاول الإعلام ديال الدولة اللي من هوك مع تقرير مصير الشعب الصحراوي ومتضامن مع الشعب الصحراوي، فلماذا يصدر ويبيع أسلحته للمغرب ليستعملها المغرب في الصحراء المغربية؟ فما دامت الصين ما عندهاش مشكل وتعتبر أن المغرب يدافع عن أراضيه فيتبعون أسلحته وما رفضاتش. لو كان كما تقول كن رفضات،
كتقول هذه الاسلحه بتضربوا بها الشعب الصحراوي ما غاديش نعطيها لكم وما غاديش نبيعها لكم. يشار ان الصين هي دوله عضو في مجلس الامن عضو دائم وتصوت لصالح القرارات الامميه التي تشيد وتقول بان الحكم الذاتي هو حل واقعي ذو مصداقيه. اذن الصين ها هي، وعندنا كذلك دوله اخرى اللي هي بريطانيا. جون افريك ومجموعه من المحللين ووسائل الاعلام الدوليه كتقول بان بريطانيا قريبه وتقترب هذه الايام من الاعلان باعترافها بمغربيه الصحراء بحالها بحال الامريكان بحال اسرائيل بحال المانيا بحال هولندا بحال اسبانيا بحال مجموعه من الدول الكبيره والتي لها وزن وهيبه واسطر جدا على الوزن والهيبه، ماشي بحال شي دول ما عندهمش هذا الوزن والهيبه. نضت سيدي احدى الاذرع الاعلاميه القريبه جدا من الحكم في بريطانيا اللي هي سكاي نيوز لاول مره في احد تقريراتها الاخباريه تنشر خريطه المغرب كامله لاول مره. البارح تكلمنا لكم قلنا لكم راه بريطانيا مجموعه من المؤشرات، عندها المشروع الكبير ديال الكابل البحري ديال الطاقه اللي كيمر من الصحراء المغربيه الى بريطانيا، وعندنا كذلك التقرير ديال جون افريك اللي قالت لك بان بريطانيا راه قريبه تعترف، وعندنا اليوم في العشيه البارح سكاي نيوز تؤكد هذا الكلام وتنشر خريطه المغرب كامله، وسكاي نيوز قريبه كما قلنا لكم من دواليب الحكم في بريطانيا، وبريطانيا حتى هي سيدي عضو دائم في مجلس الامن، وما ادراك ما العضو الدائم في مجلس الامن. نجيو لكم الخوت الى الماتش اللي تلعب البارح ما بين اتحاد الجزائر والفتح الرباطي برسم الدور التمهيدي الثاني لكاس الكونفدراليه الافريقيه. للاسف الشديد طاح الفتح الرباطي، وكذلك تفريق الجيش الملكي تقصى البارح من عصبه الابطال امام النجم الساحلي التونسي. هذا الماتش ديال الجيش الملكي ما عندنا ما نقولوا عليه نهائيا، ولكن الفتح الرباطي كاين ما يتقال عليه. اتحاد الجزائر اللي هو البطل ديال نسخه هذه الكاس النسخه الاخيره لعب هنا السيمانه اللي داز في الرباط وانتهى الماتش بواحد لواحد، وكان لزاما على فريق الفتح الرباطي انه ينتصر في الجزائر باي نتيجه او يتعادل بجوج لجوج او ثلاثه ثلاثه او اربعه اربعه الى بغى يطلع الى الدور الاخر. فعلا مشى الفتح الرباطي بواحد العزيمه انه يحقق نتيجه ايجابيه ولعب مباراه مهمه جدا، وفي الدقيقه 59 كما كتشوفوا معنا في هذه الصور يستطيع فريق الفتح الرباطي انه يسجل الهدف الاول، الهدف اللي تم الالغاء ديالو بطريقه مشينه جدا من طرف الحكم التونسي، حكم تونسي حكم في ماتش ما بين المغرب والجزائر، وكانت النتيجه كما ترون بدون ما يرجع الفار. اعتقد بان الفار خاصو يكون في هذا الماتش وغالبا غادي يكون. قال لهم الكره رجعت، مجموعه من الناس ديال الكره اللي كيفهموا مزيان في الكره كيقول لك يستحيل ان الكره ترجع وتدخل بجوج المترو جوج متر فما اكثر باش توصل لاعب اخر ديال الفتح الرباطي، راه ما يمكنش ان كيفاش واش هذا يعني الكره غاديه في شي انبوب زجاجي ما كنشوفوش، راه ما يمكنش الكره تخرج وتدخل بجوج متر اخر. اذا مجزره تحكيميه يتعرض لها فريق الوداد الفتح الرباطي، خصوصا الى عرفنا بان هذا الحكم التونسي رجع من عقوبه كان معاقب بثلاث شهور ايقاف ثلاث شهور، حكم واحد الماتش ما بين موريتانيا والكونغو وعطى الماتش بواحد الطريقه مشينه الى موريتانيا، وهادشي اللي خلى الكونغو انه يدير واحد الطعن لدى الكاف، والكاف حكمت لصالح الكونغو بان الحكم دار اخطاء وبالتالي يستحق التوقيف، وفعلا تم التوقيف ديالو لمده ثلاث شهور، وملي كيجي كيدير مجزره تحكيميه اخرى في حق فتح الرباطي. للامانه الخوت قلبنا شفنا واش مره اخرى فريق مغربي يتعرض للتعنيف والسب والشتم من طرف
جماهير فريق جزائري ما لقيناش، ما لقيناش. الا كان شي حاجه قولوها لينا، حنا فقط للامانه راه ملي كيكون السبان والشتم نندد ونستنكر الفعل، وحينما يكون التشجيع حضاريا نصفق. اذا لحدود اللحظه وحسب البحث ديالنا، فالجماهير ديال ليس مالي هي اتحاد العاصمه احترمت الفريق المغربي اللي كنتمنوا ان هذه الروح الرياضيه تكون دائما في الفرق ما بين الفرق الرياضيه المغربيه الجزائريه. خدنا النهايه ديال هذه الحلقه، شكرا جزيلا لكم على المتابعه، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.